شاهد شقيق الفنانة السورية خلود عيسى الوسيم ووالدتها وشقيقتها الحسناوات وحقيقة أصولها التونسية ومعلومات أخرى. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. اشتهرت بشخصية شريفة في مسلسل البي الشام الشهير باب الحارة، وبدأت مسيرتها الفنية في عام 2011. إنها الفنانة السورية خلود عيسى. ولدت الفنانة السورية خلود عيسى في 15 من فبراير عام 90 في دمشق بسوريا لعائلة سورية، وليست لها أصول تونسية كما يتداول على شبكة الإنترنت. الفنانة السورية خلود عيسى مع شقيقتها. الفنانة السورية خلود عيسى مع والدتها وشقيقها. والفنانة خلود عيسى خريجة كلية الإعلام في جامعة دمشق، وبدأت مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسلسل ظل الحكاية، لتشارك بعدها بعدد من الأعمال الدرامية. في عام 2010 شاركت الفنانة السورية خلود عيسى في برنامج المواهب التمثيلية The Actor، وفازت بالمركز الثالث. وتقول خلود إنها تمتلك صوتا جميلا، لكنها تفضل الغناء في البيت فقط، فيما يصفها جمهورها بأنها تمتاز بفصيح اللسان وخفة الدم. وتؤكد الفنانة السورية في لقاءات صحفية عديدة أنها لم ترتبط ولم تخطب ولا تفكر بالزواج حاليا، وتشير إلى أنها عندما ترتبط ستعلن ذلك على الملأ. أما بما يتعلق بالحب فهو بالنسبة لخلود عيسى شأن شخصي جدا، والزواج قسمة ونصيب حسب وصفها. وعن الفن، فالتمثيل كان هوايتها منذ صغرها وحبها الكبير الذي لا تعرف له أسبابا. وأكدت في لقاء مؤخرا أن دراستها للإعلام كانت مهمة وممتعة وأفادتها كثيرا. كان جمال الفنانة السورية خلود عيسى بوابتها لدخول عالم الفن، لكنها ترفض أن يتم حصرها فقط كوجه جميل، مؤكدة أنها تمتلك الموهبة والحضور. وفكرة تقديم برنامج تراودها كثيرا، وقد جاءتها عددا من الفرص لتكون مقدمة برامج، لكنها لم تكن متوافقة مع تصورها عن البرنامج الذي تطمح لتقديمه. في عام 2011 أيضا شاركت الفنانة خلود عيسى في مسلسلات مغامرات دليلة والزيبق وأيام الدراسة والشحرورة. وفي عام 2012 شاركت في مسلسلات زمن البرغوث وبقع الضوء الجزء التاسع وأيام الدراسة الجزء الثاني. وشهد عام 2014 نقلة نوعية في حياة الفنانة السورية خلود عيسى، حيث شاركت في مسلسل باب الحارة وجسدت شخصية شريفة زوجة العقيد أبو شهاب. وتحدثت الفنانة السورية خلود عيسى عن مشاركتها في مسلسل باب الحارة قائلة إنها حاولت تأدية دورها بطريقتها الخاصة، وأضافت عليها شيئا من روحها وإحساسها. وتمنت خلود عيسى المشاركة في مسلسل غدا نلتقي للمخرج رامي حنا، والذي عرض عام 2015، لكنها في هذا العام شاركت في مسلسلات وعدتني يا رفيقي، ماسي على مقاسي، وحرائر، وبقع الضوء الجزء 11. مشاركاتها السينمائية قليلة، أبرزها وقد تكون الوحيدة مشاركتها في فيلم الأب، تأليف وإخراج باسل الخطيب، وبطولة الفنان القدير أيمن زيدان والفنانة القديرة وفاء موصلي. أما الشائع الأبرز في حياتها أنها تونسية الأصل، وهي شائعة فيها دائما، وتؤكد على احترامها لتونس وشعبها. وسئلت الفنانة السورية خلود عيسى عن الشلالية في الوسط الفني، فكانت إجابتها نعم بالتأكيد، هناك شلالية في الوسط الفني وعانيت منها كما عانى غالبية الفنانين. وكانت قد صرحت الفنانة خلود عيسى أن ظروف الدراما في سوريا المتأثرة بالظروف الاقتصادية اضطرتها للقبول ببعض الأدوار التي لم تكن راضية تماما عنها.
وتابعت أن في بعض أعمالها لم تكن راضية تماما عن الورق النص بين يديها، لكنها شاركت في العمل. شاركت في العمل لأنه ليس متاحا دائما أن تعرض عليها نصوص كما تحب وترضى. ونفت الفنانة السورية خلود عيسى أن يكون جمالها سببا في شهرتها في وقت قصير، مؤكدة أن الجمال مهم جدا في الحياة لكنه ليس كافيا للنجاح. فهناك الكثير من الفتيات الجميلات التي يذهب جمالهن عند الحديث. وعن الصفات السلبية التي ترغب في التخلص منها، أجابت الفنانة السورية خلود عيسى أنها انفعالية ومتقلبة المزاج. انفعالية ومتقلبة المزاج، وتتمنى لو كانت أقل تسرعا فيما يتعلق بالتعبير عن مشاعرها. شاركت الفنانة السورية خلود عيسى في الأجزاء 6، 7، 8 من مسلسل البيئة الشامية باب الحارة، وتوقفت مشاركاتها فيه بعد أن ذهب المسلسل لشركة قبنض للإنتاج الفني.